طبيعي كما تشوفتي فيه ومرحبا بكم في الحلقه المباشر من ديال الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بالف خير، كنتمنى كذلك يا ربي يرفع علينا هذا البلاء، وكيفما كتشوفوا امطار الخير. هذا الشيء متزامن مع دخول السنه الجديده سنه 2021، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي، ونساو هذه السنه اللي دازت بالاحزان اللي ماتوا فيها الحباب ديالنا اللي ماتوا فيها اعز ما عندنا. دابا دخلت سنه جديده وكيفما كتشوفوا امطار الخير، غنحاول نوريكم من هنا واش كاينه. تبارك الله، الله يرحمنا. هشام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صباح الخير خويا هشام، وسنه سعيده، الله يدخلها عليك بالصحه والسلامه يا ربي. هشام الحمد لله على التساقطات المطريه مهمه اكيد، الله يرحمنا يا ربي. يعني كنا كنتسناو هاد امطار الخير. مينا صباح الخير اختي، صباح الخير. سعيد صباح الخير. غاده صباح النور من اسبانيا، تحيه كبيره للجاليه المغربيه المقيمه باسبانيا. صباحكم مبروك وحيد، صباحكم مبروك. الحمد لله، اللهم لك الحمد على هذه النعمة هذه. مولاي حسن الله يسعد الصباح، الله يسعد الصباح ديالك انت خويا، وصباحكم مبروك. سعيد الحمد لله والشكر لله، ما كاين لا برد لا والو، كاين البرد وكاين الشتاء. حمين الحافظ صباح الخير اختي، صباحكم مبروك اخويا. محمد ابو لبنى صباح النور، صباح الخير. ولا نتوما واش مدينتكم كاينه الشتا ولا كل واحد يقول لي كل مدينه هو فيها متواجد فيها واش كان عندهم الشتا ولا ما عندهم الشتا. حسن صباح الخير اخويا، راديه ما شاء الله، الحمد لله هذه امطار الخير، الله يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا ان شاء الله باذن الله. مدريد صباح الخير، الحمد لله. مرحبا خويا سعيد، مرحبا. احمد صباحكم مبروك اختي، صباحكم مبروك اخويا. نبيل قالك صباح الخير، الحمد لله على الشاء، اللهم لك الحمد، هذه امطار الخير كنا كنتسناو فيها كاملين. يونس قال لنا سيدي بالنور كاينه فيها الشتا، الحمد لله اللهم لك الحمد. راه شويه الزاج مضبب وداك الشيء علاش ما كتبانش لكم الطريق مزيان. كرسيف قال لك احمد قال لك كرسيف والو، كاين غير البرد، الله يعطيكم شي شتيو. كندا شكون شاشه قالت لك كاين الثلج في كندا. صباح الخير عبدو ندى، صباح الخير. الشتا في المغرب كله مهود، واحد قال لنا جلسيت ما فيهاش الشتا فيها البرد. فهد قال لي صباح الخير مبروك، صباحكم مبروك اختي، وتبارك الله على الشواء، الحمد لله امطار الخير ما
الله يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا يا رب. صباح الخير من مدينة العيون، حنا والو صيفطولنا شوية ديال الشتا والسحاب. مدينة العيون فيها ما فيهاش شي الشتا، هي ومدينة قرسيف تالو دانت والو غير البرد الله يخفر. تالو دانت قرسيف العيون كلهم ما فيهمش الشتا. الحسيمة قالك غير الرياح، جمعة سحيم قالك والو. الحمد لله على هذا الخير، اللهم لك الحمد. صباح الخير الشتا صفرو الحمد لله. صباح النور اليوم صوفيا، كاين البرد تاهي ما كاينش فيها الشتا. يمكن واحد قال لنا موجود الخير حتى في طماريس، الحمد لله اللهم لك الحمد. امطار الخير في البير الجديد، حتى البير الجديد فيه الشتا. صباح الخير من يوسف، يا جو بارد ولكن ما كاين الشتا. انا خدام في الودان واصلي ايطاليا جينوفا، فيها غير البرد قاصح. العيون الشرقيه ولا الجنوب الشتا كاينه في سوق سبيت حتى هي. اذا كل مدينه وكل واحد شو كيقول لينا، شي كيقول لنا كاينه الشتا، مره واحد كيقول لنا ما كاينه الشتا. اللي ما عنده الشتا الله يعطيها ليه. كنشكركم بزاف على تتبعكم لهذا البث المباشر اللي كان مباشره من مدينه الدار البيضاء. ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء.